السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. سوف ترى العجب العجب. ماذا سوف ترى؟ سترى بأن الله تعالى بعد أن تمر المحنة تأتي المنحة. هذه قاعدة أرجوكم أيها الأحباب الكرام سجلوها في عقولكم. كل محنة را لا تطول، را بعد مدة غتزول، وبعدها تأتي المنحة. وإذا جاءت المنحة الإلهية جاءت عظيمة. والله لكن نعرف بعض الناس اللي هما تبارك الله عايشين حياة كريمة، عندهم المال وعندهم الحظوة وعندهم الخير، واقتربت منهم وسولتهم كيف وصلوا إلى هذا النعيم. عنده دار كبيرة وعنده عائلة كبيرة وعنده الخير شيط وعنده كيفاش وصلت إلى هذا المستوى؟ ملي كيبدا يعاود لك حياته راه دواز الكرفي أكثر منا، دواز المعاناة، دواز الشدائد، دواز الكروب، وصبر واحتسب، وبعد المحنة جاءت المنحة. بعدها ربي عز وجل غادي يعطيه حتى غادي يغنيه. ما تظنوش بنات الأغنياء اللي كاينين دابا الآن خرجوا من بطون أمهاتهم وفي فمهم ملعقة من ذهب. راه كل واحد منهم كيدوز محنة، وكاين اللي كينجح. بعد المحنة كتجي المنحة، لأن الله تعالى هو يتنزه في ملكه. اللي بغي نقول للأحباب الكرام، لا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخشوا الفقر، لا تخشوا المرض، لا تخشوا آلام المستقبل، لا تخشوا كوات، لا تخشوا أي شيء. اعلموا بأن الله معنا، هو الآن معنا، ينظر إلينا وهو يبتسم ويباهي بنا الملائكة. ودائما إذا وصلت هذا الشعور غتشعر بالفرحة وغتشعر بالمتعة وغتشعر بالنعيم. وعندك ما تنتظرش العيد، العيد ما تنتظروش تيجي العيد، انت عندك كل يوم بالله عيد. من فرح بنا فرحنا به، من فرح بنا فرحنا به، نفرح بالله تعالى، نفرح بالله، ونغلقوا العجب العجب. وعندنا التوكل المطلق على الله تعالى، ياتيك بالأرزاق من حيث لا تدري. اللي كيشغل الناس بزاف هو الرزق أكثر. الرزق مضمون، مضمون، ربنا يعطينا الرزق ونحن في بطون أمهاتنا، ولما نكبر يعطينا، ولما نتزوج يعطينا، ولما نخلف أبناء يعطينا، ولما نعيش طاولين يعطي. العطاء العطاء العطاء، كلا يمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الخيرات والبركات، وأن يشافي مرضانا ومرضاكم مرضى المسلمين. أختي لنا للا أم هشام، الله يشافي الوالدة، الله يعافيها، الله يدويها، الله يطب في الغيب، تكون ناعسة إن شاء الله، وتنزل الرحمات الإلهية والبركات الربانية، وتستيقظ صباحا وقد ذهب الأذى وذهب المرض حتى يحتر فيها الأطباء، لأن الله تعالى هو الطبيب، لأن الله تعالى هو المعالج، لأن الله تعالى هو الرزاق. ولاش غنتقلق؟ علاش غنحزن؟ والله تعالى معنا. اللهم زدنا من الخيرات والبركات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أمي قريبة. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاك الله خيرا أمي قريبة، الله يطول لي عمرك. بارك الله فيك بنتي. وكنشكر الأخ سامي بزاف، كنشكر بزاف، الله يفرحه يا ربي كما كيفرحنا وكتفرحنا، الله يفرحكم إن شاء الله يا ربي. بارك الله فيك وحفظك الله ورعاك. شكرا عمي قريبة. يا مرحبا. أنا عمي قريبة، الوالدة عندي أياه لعمي قريبة، الله يشفيها ويعافيها. أمين يا ربي، أمين. دعواتكم لها الشفاء العاجل إن شاء الله يا ربي. يا ربي يا كريم يا رحمن يا رحيم. أمين يا ربي. الله يشفيها يا ربي. اش كان دور قدر الله ما شاء فعل. لا ام هشام مش عندها شنو ازدرها؟ لا عندها سرطان في الراس. لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله. الله يشفي. مكتشفه عمي قريبه حتى مشات للحج. كنت انا كنت تكلمت معك على القضيه ديال، كنت استشرت معك على شي سنان عندها، كنت سولتك واش يجوز زعما باش تادي اليوم مناسك الحج. اييه فكنتي قلتي لي يجوز لأنه سنانة ماشي أيها للا أيها. ومشيت مسكينة ديك الأيام الحج، وكانت مرضات اليوم في الماك، كانت ديجا كانت مرض هنا، ولكن كانت ديوان دولة سكانير، هذا ما سبحان الله ما تبين حتى شي حاجة. حتى مشات داك المقام الكريم، كانت عيانة في عيات في المدينة المنورة، والدواء داروا لها
هادشي ديال الفحوصات التحاليل لقاو عندها ان عندها ورم. لا اله الا الله. داروا لي التحاليل لقاو انه خبيث. لا اله الا الله. الله الامر الله هذا هو امر الله هذا هو القضاء والقدر الايمان بالقضاء والقدر. لا اله الا الله. الحمد لله اني قريبا محتاج الدعوه ديالك. يا رب يا ربي يا كريم يا ربي الشريفه الله يحفظك. محتاج الدعوه المغاربه كاملين يامنوا كما كنامن انا راه متتبعه وفيه واخا ما كان سميتو راه ديما الراديو بارك الله فيك ديما كان كنتصلت لك عني قريبان وكنت كنقلب على النمره ديالك ولكن الحمد لله المهم تحت لي الفرصه اليوم انني نتكلم معك. الله يحفظك يا ربي يا ربي الله يشافيك ويمتعك بلد المميمه. الله يحفظك. امين امين يا ربي يا كريم. امين شكرا امين يا ربي. والحمد لله هي مؤمنه بقضاء الله وقدره والحمد لله انا مؤمنه ماشي زعما شي وحده اللي كتقول علاش انا ولا الحمد لله كتقول غير الحمد لله الحمد لله وكتقول لا حول ولا قوه الا بالله ما محيداش الذكر ديال الله سبحانه وتعالى وكما تنقول الحمد لله الا عز الاطباء الله سبحانه وتعالى ما كيعجز الاطباء كيحطموك في واحد اللحظه كيفقدوا لك الامل في كلاشوك تيكتفوك ولكن احنا بالقدره ديال الله وبالعزيمه وبالايمان ديال الله سبحانه وتعالى متشبثين وبغينا ومنا تبقى في الحياه بغيناها محتاجينها وبقى بغيناها وبقى صغيره وبقى بغاتنا وبغيناها. يا رب تشافيها وتعافيها يا رب يا رب تشافيها وتعافيها. الله يشافيها بنتي الله يحفظكم يا بنتي الله يحفظكم اجمعين الله يحفظكم اجمعين. شكرا لك بنتي شكرا وسبحان الله العظيم نعمه الصحه نعمه عظيمه وعظيمه وجليله. غير هذا النهار كانت عندي واحد المهمه بسيطه مع شي ناس اللي هما كيتعالجوا في المستشفى المركزي ديال ابن رشد بالدار البيضاء وما شاء الله ملي كتدخل تما واحد العالم ديال المرضى كتشوف واحد العالم يعني الناس معظمهم عندهم امراض متفاوته وكاين اللي عنده خطيره جدا خصوصا الناس اللي عندهم السرطانات. لا اله الا الله. وكتلقاهم العين بصيره واليد ضعيفه كل واحد كيهز الملف الطبي ديالو كيقول لك بغيت المساعده بغيت المساعده تقول لي واخا اللي كتقدر تساعده ولا كتساعده اللي ما كتقدرش تساعده ماديا كتقول لي اجي نقرا لك شويه القران الكريم وشويه الدعاء. سبحان الله العظيم هما يتزاحموا الناس كل واحد تقرا غير ايات. كنبغي نقول للاحبه الكرام راه سبحان الله راه من باب الاستشفاء دائما كنوصيكم ما تنسوش الاستشفاء بالقران الكريم راه الحمد لله في واحد البركه عظيمه. ايام كنعرف اناس عندهم امراض خطيره والطب عجز عن العلاج وملي داروا هذا الاستشفاء بالقران الكريم ربي عز وجل اعطاهم الكرامات والبركات. دائما غير نشعر بانني مريض لقيت اطفال صغار عندهم توحد اطفال صغار عندهم صبغ ثلاثي دي مونغوليان كتلقى ناس خونا عندهم سكن ليباتيت سي هذا عنده سرطان هذا عنده كذا كلشي باغي المساعده وصعيب كتقول اجي اللي قدرنا ندير مساعده ماديه نقدموها اللي ما قدرناش عليها سهله بسيطه اجي نجمعوا نقرا القران الكريم وندعو الله الصانع الخالق المبدع وسبحانك يا جليل ياتي الله تعالى بالفرج. طلبوا الله سبحانه وتعالى يشفي المهمه ديالك وكنحييها وكنحيي الناس تاع الاقاليم الجنوبيه كانوا هذا العام فعلا معلم الحج الناس ديال طنطان وديال العيون وديال الساقيه الحمراء وغيرهم الناس ديال الداخله ناس طيبون سبحان الله العظيم. هاد ملي كتكتشف هاد الناس في الديار المقدسه كيبان لك الحقيقه ديالو. هذوك الناس عندهم صفات مشابهه للناس ديال المدينه المنوره يعني في اللهجه في اللغه في الصوره في المعامله في حب الخير سبحان الله العظيم. ربي يشافيهم ويعافيهم. اللي بغيت نقول لك لاله ام هشام الولد ديالك راه مرا مؤمنه والمؤمن مصاب هذه قاعده المؤمن مصاب. ولماذا يصاب المؤمن؟ لان الله تعالى يباهي به الملائكه في السماء. راه الاصابه ربي لم يعطيها لاي امكان عندك تسحبوا الاصابه كيعطيها الله لشي واحد فاجر وكافر ومجاهر بالفسق والفجور والكفر ما يعطيهاش ديال الله تعالى ما يستحقاش كيعطيها الله لمن راى فيه الايمان واليقين. علاش؟ لان الله تعالى يباهي به الملائكه في السماء. حتى الملائكه اعترضوا على خلق الانسان منذ البدء حينما خلق الله الوجود وخلق المخلوقات كلها اخر مخلوق غادي يخلق الله تعالى بعد ان خلق السماوات والاراضين وخلق الجنه والنار وخلق الملائكه والجان
وخلق الحيوانات والبهائم والبحار والأنهار، خلق كل شيء. آخر مخلوق غادي خلق الله تعالى هو المتميز، هو الإنسان. الإنسان هو آخر مخلوق، وغادي يسخر لي الله تعالى كل هذه المخلوقات مسخرة للإنسان، سخر له كل شيء، السماوات والأراضين والبحار والجبال. هنا غتعترض الملائكة غتقول يا ربي ما تخلقش هذا الإنسان، ما تخلقوش، هذا ما يصلحش، هذا الإنسان اللي عنده القابلية للإصلاح والإفساد بلاش. لما قال ربنا عز وجل للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. احنا كنسبحوا لك يا رب، ما تخلقش هذا البشر. الله تعالى قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون. فحينما يقع في الأرض، يوقع مثلا الفسق والفجور، أو يقع الحروب والدمار والخراب وسفك الدماء، الملائكة يقولوا يا ربنا ألم نخبرك، ألم نقول لك بأن هذا الإنسان ظالم وفاسد. الله تعالى يقول لهم أتشوفوا خلقي، فكيختار ربي الصالحين والصالحات وكيعطيهم واحد الابتلاءات شديدة، وكيبقوا دائما متمسكين بالعروة الوثقى. أنا ذاك الله تعالى يقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، ألم أقول لكم هادو عباد كيعبدوني وصالحين وغنال منهم وغيبقوا صالحين لن يتغيروا. هاد الابتلاء ما يعطيش الله تعالى اللي في إيمانه ضعيف، ما يعطيش لي الله تعالى، راه امتياز. حتى ربي يقول ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. اللي كيعبد الله على حرف هذاك ربي كيوقرو كيقول سير انت ما تصلح ليا، ولكن اللي عنده الايمان في القلب ديالو والصلاح ربي كيعطيه ابتلاء ورب ابتلاء وكيبقى صابر فيباهي به الله الملائكه في السماء. فنطلبوا الله تعالى هو الشافي، راه دائما الطبيب هو الله تعالى، ربنا شافي وربنا معافي وربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. المهم ايها الاحباب الكرام، الانسان يجعل دائما توكله على الله ويقينه في الله، لأن الله راه معنا الآن، راه معنا في كل وقت وحين، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. الله تعالى معنا في كل وقت وكيشوف التصرفات ديالنا. الإنسان يبقى دائما كيعتقد بأن الله موجود وأن الله معي، غتشعر بها، راه واحد الشعور كيشعر به الصالحين، يشعر بأن الله تعالى ينظر إليه وهو يبتسم. هذا المقام الشريف بغيتكم أيها الأحباب الكرام توصلوا ليه، تعود تشعر بأن الله تعالى معك وينظر إليك وهو يبتسم. فيما كيشوفك، يشوفك في طاعة، إما كيشوفك كتصلي أو كتذكر الله أو كتقرأ العلم أو كتدير الخير أو كتصل الرحيم أو كتصبر على البلاء. ملي كيشوفك الله في أي لحظة معك، حتى في نومك ويقظتك، في حركتك وسكونك، الله معك. إذا وصلت لهذا المقام تعود تستشعر بأن الله تعالى ينظر إليك وهو يبتسم، الله، هذه السعادة، هذا هو الهنا. وحتى ذاك المرض، إذا وقع لك المرض أو وقع لك الفقر أو وقع لك الظلم، لا يهم، غيبان لك صغير متناهي الصغار، لا يؤثر فيك. كنعاود نذكركم بذاك الرجل اللي كان مؤمن صالح، وكان ربنا فقد أخذ منه بصره، شريه البصر، ثم ربنا عز وجل خذ له الركابي ولا مشلول مقعد، ثم الله تعالى سلط عليه البراس ولا وجوع عمر بالبراس، ثم الله تعالى سلب منه المال، كان عنده المال الوفير ومشاريه المال، ثم الله تعالى أخذ منه دوك الأحباب اللي كيدوروا بنا وكيوانسونا وكيدعمونا حتى ما كلهم فروا عنه وحده. أشنو المصير ديال هذا؟ غيتصاب باكتئاب، غيتصاب بقلق، بالعكس ما وقع له والو حتى حاجة، كان دائما يبتسم وكيقول الحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، الحمد لله الذي فضلني على، ديما كيقولها ويعاودها. شافوا واحد السيد اللي هو يا شباب والصحة والجمال والمال والمنصب، ولكن كئيب، ديما مضربة مع راسه، حتى حاجة ما عجباه، دائما كل شيء عنده خاسر في نفسه. لقى جالس وكيقول الحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. قال هي هذا، بماذا فضلك الله تعالى؟ باش فضلك، اش عطاك؟ انت اعمى وانت مقعد وانت ابرص وانت فقير وانت ما عندك حتى شيء، اش عندك؟ قال لي اعطاني الكثير، اخذ مني هذا الشيء ولكن اعطاني الكثير، اش عطاك؟ قال لي اعطاني
قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا. أعظم شيء يعطيك المولى عز وجل هي هذه النعم، قلبا خاشعا، لا تقل القلب شاجة كبيرة، ولسانا ذاكرا، لسان غد قديم كذكر الله، وجسدا على البلاء صابرا. والجسد راه الى التراب غادي يمشي بحاله، غادي واحد النهار يمشي للتراب، كان صحيح مرحبا، كان مريض راه غادي يمشي. سبحان الله، واحد مره سيدنا لقمان الحكيم كان مع واحد الملك وامره بان يذبح شاة، واحد الشاة قال لي ذبح لي هذه يا لقمان، فذبحها فقال لي ايتيني باطيب ما فيها، هذه الشاة هذه بغيت اطيب ما فيها. فاعطاه القلب واعطاه اللسان. قال لي شنو هذا؟ قال لي اطيب ما في هذه الشاة المذبوحه هو القلب واللسان. ثم من بعد اعطاه شاة ثانيه، قال لي اذبح لي هذه الشاة، ذبحها، قال لي اعطيني اخبث ما فيها، اخبث ما فيها. فاعطاه ايضا القلب واللسان، قال لي هذا اخبث ما فيها. فقال لك السلطان، قال لي يا لقمان كيف هذا؟ كنقول لك اعطيني اطيب ما في الشاة الاولى، اعطيتني القلب واللسان، والشاة الثانيه قلت لك اعطيني اخبث ما فيها، عاود اعطيني القلب واللسان. قال لي اللي شتي طيب واش راه هو عنده لسان ذاكر وقلب خاشع، واللي شتي خبيث باش تعرفوا خبيث عطاه الله قلب اللي هو يا عامر بالهم والغم وعدم الرضا، ولسان فاتر لا يذكر الله. هذا هو التمييز بين الناس، راه ماشي الاموال، ماشي المناصب، ماشي الدرجات العلى في الدنيا، هذا الشيء كله الى زوال، كله الى زوال. اللي فاتك ايها الاحبه الكرام وهو انظر إلى لسانك وانظر إلى قلبك، قلبك يكون معلق بالله، القلب ديالك ما فيش الدنيا، ما في لا سياسة ولا اقتصاد، قلبك عامر بالله، والشي داخل ديال الدنيا خلي على برا، ما يدخلش معك القلب، ما تدخلوش، راه القلب كبير، لدخلتي معك الدنيا غتزاحم الدنيا والدين. واللسان يكون دائما كيذكر الله، واخا انت كتعيش الحياة ولكن دائما ذكر الله معك، هذا انت راك من الناجين. وأنا داك السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.